قرر تشكيل وفد مشترك من إدارة ومجلس ونواب محافظة كركوك للتباحث مع محافظة البصرة والمحافظات الأخرى المنتجة للنفط وتحقيق لقاء مع مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس النواب لإبداء موقف موحد بشأن الموضوع. كما قرر مجلس المحافظة طعن لدى المحكمة الاتحادية بخصوص قانون الموازنة المقدم من قبل مجلس الوزراء كونه يخالف ما أقر في التعديل الثاني لقانون المحافظة باحتساب 5 دولارات بدلا عن دولار واحد للمحافظات النفطية. بأغلبية ساحقة صوت أعضاء مجلس محافظة كركوك في المضي باتجاه محورين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكومة الاتحادية وطرق باب المحكمة الاتحادية في طعن القرار لمجلس الوزراء العراقي بمصادقة الميزانية لعام 2014 بدولار واحد بدلا من 5 دولارات. وقرروا أيضا تشكيل لجنة مشتركة مع إدارة المحافظة للتباحث مع رئاستي الوزراء والنواب العراقيتين. هذا ما تمخض في اجتماع مجلس محافظة كركوك وأعلنوها خلال مؤتمر صحفي اليوم. مع الأسف الشديد مجلس الوزراء صادق على قانون الموازنة بدولار واحد بدلا من 5 دولار، مما يسبب ظلم وإجحاف لأبناء المحافظات المنتجة للنفط. اتصلنا برئيس مجلس محافظة البصرة الأستاذ خلف عبد الصمد، والذين عقدوا أيضا مؤتمرا استثنائيا قبل يومين حول نفس الموضوع. نحن اليوم في مجلس المحافظة اجتمعنا وقررنا بأغلبية ساحقة للأصوات بأن نتحرك باتجاهين. الاتجاه الأول التنسيق مع محافظة البصرة والمحافظات المنتجة ومع ممثلينا في مجلس النواب ومن كافة الكدل لتشكيل وفد مشترك لزيارة مجلس رئاسة مجلس الوزراء ومجلس رئاسة مجلس النواب لطرح المسألة عليهم وضرورة تضمين 5 دولار للبرميل في قانون موازنة عام 2014. وبموازاة هذا أيضا قرر المجلس أن يطرق أبواب المحكمة الاتحادية وأن يطعن في قانون الموازنة المقدم من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. نحن مع الإدارة سنشكل وفدا لزيارة العاصمة بغداد، لأن هذا الموضوع موضوع يخص كل أبناء محافظة كركوك، ونحن كل الكتل مجمعون على أن نسترد حقوق أبناء هذه المحافظة. فيما أكدت القانونية في مجلس محافظة كركوك أن قرار مجلس الوزراء العراقي خرق للدستور، ومن حق المحافظات المنتجة للنفط زيادة ميزانية البترودولار من 1 إلى 5 دولارات لأنها المتضررة بيئيا بالدرجة الأولى، مطالبة النواب الذين يمثلون كركوك تمثيل دورهم الإيجابي بهذا الصدد. الحكومة الاتحادية تعمل دائما على خرق الدستور مع احترامي لهذه الكلمة، حيث جاء في المادة 111 و112 بالنسبة لموضوع الدستور والمناطق المنتجة لها للنفط. ما دام قد أقر هذا القانون بكون تخصيص مبلغ 5 دولارات من البرميل النفط المصدر من المحافظة وبما لها من تأثيرات بيئية، وكانت غالبا نقمة على أهالي محافظة كركوك بدل أن تكون نعمة ويستفاد منها أهلها. لذا نحن نرى من الناحية القانونية إنها حق دستوري مكفل لنا ومصون، ونؤيد إدارة ومحافظة كركوك، ونرجو أيضا من أعضاء البرلمان العراقي التكاتف ضمن هذا الموضوع وكذلك المحافظات المنتجة للنفط للالتفاتة الجدية على هذا الموضوع. يبدو أن قرار إدارة ومجلس محافظة كركوك واتفاقها مع إدارات المحافظات المنتجة للنفط هذه المرة ستجعل الحكومة العراقية ما بين المطرقة والسندان لأجل إحقاق الحق من منطلق لا لسلب حق الشعوب. اتفاق بالإجماع وصورة رصينة لوحدة أبناء كركوك، ذلك هو المشهد الذي طفى على سطح الجلسة الدورية لاجتماع مجلس المحافظة إبان تصويته على ممارسة كافة سبل الضغط من أجل حقوق كركوك وأهلها. من داخل قاعة الاجتماعات لمجلس محافظة كركوك، هالغورد حسن، فضائية كركوك. هذا وأعرب نواب وناشطون مدنيون من محافظة كركوك عن دعمهم لمطلب إدارة كركوك بزيادة التقسيط.